راس العام راه ما يمكنش تبارك فيه لأي شخص مسلم، حيت ماشي عام شرعي، يعني ما كايلاش نحتفلوا بعيد ماشي ديال المسلمين. راه ما يمكنش لأي شخص مسلم يشارك الكفار في الأعياد ديالهم ويبين لهم باللي راه فرحان وناشط. هكا انت او انتي كتكون متعاون معهم على الباطل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم. والله سبحانه وتعالى كيقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سورة المائدة الآية 2. الله سبحانه وتعالى كرم بما هو أفضل، كرمنا بنهار الجمعة اللي كاين كل سيمانة، وكاين عيد الفطر وعيد الأضحى. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا من الأعياد والمناسبات اللي هي حسن من الاحتفالات ديالهم، باش هاد الأمة تكون أفضل من جميع الأمم. راه ما كنحتاجوش لأي مناسبة ديالهم أو لا أي عيد ديالهم، يكفي غير الأعياد اللي شرعها لنا الله سبحانه وتعالى. إلا كان هما عندهم بابا نويل اللي كيحقق لهم الأحلام ديالهم، حنا عندنا الله سبحانه وتعالى اللي كيعرف أي حاجة مخبأة عندنا في القلب واللي كيحقق لنا أي حاجة بغيناها. سلام عليكم.